السلام عليكم. القضية كبرات تطور جديد وغير متوقع من قضية حفيد الدراجي. في تطور جديد لقضية المحادثة المسربة للصحفي والمعلق الرياضي الجزائري حفيد الدراجي التي تضمنت إساءة للنساء المغربيات، طالب فريق الأصالة والمعاصرة عن طريق نائبته حنان أتكين بمجلس النواب الحكومة بتدخل اتخاذ الإجراءات ضد الدراجي في دولة قطر حيث يقيم. وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، سجل الفريق النيابي للبام أن الصحفي المعروف بميولاته العدائية ضد بلادنا وضد قضيتنا الوطنية قد نعت المغربيات بأقدح النعوت وأحطها، مدعيا أنها ليست من صنعه وأن حسابه قد تم اختراقه. أكد فريق البام أن هذه الإساءة التي تصدت لها كل مكونات المجتمع المغربي من فاعلين ورأي عام ومؤثرين وغيرهم تقتضي وقفة وموقف من الحكومة عبر سلك كل السبل التي يخولها الإنصاف وتحقيق العدالة لدى الدولة التي يقيم بها المعني بالأمر، وذلك ردا لاعتبار كل المغربيات ومنع لتكرار كل هذه السلوكات التي لا يمكن التسامح معها. وطلب الفريق من الوزير الكشف عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل التصدي لمثل هذه الإساءات غير المقبولة وغير المبررة تحت أي سبب أو ظرف، وذلك بهدف الحماية والصيانة والدفاع عن كرامة المغربيات. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد.